لعبنا الاهلي كسبناه، لعبنا الزمالك كسبناه، الدوره الثانيه كلها كسبناه. ده في سنه 66 لما خدتوا الدوري. اه يعني كسبتوا الاهلي رايح جاي، رايح جاي، الزمالك رايح جاي، رايح جاي. الزمالك رايح جاي رايح جاي، وكمان الزمالك كسبناهم في كاس مصر أربعة، وكنا ثمانية رحنا منتخب مصر. ثمانية كانوا مين بقى من الأولمبي اللي راح؟ كان ضياء واستعوذ بالله من أنا والبوري ومحمود بكر وبدأ فتاح وفاروق السيد وسعيد قطب وحلمي سليمان اساسا، يعتبر الفرقه كلها ما كانش مصر. حصل في الفتره دي كان في زمان غير دلوقتي، اهلي وزمالك دلوقتي. لكن زمالك بقى في سلاقي دخل على ابو جريشه بعد كده، وبازوكا دخل بعد كده والمجموعه دي فكان منتشرين في الانديه كلها. وبدليل انه هو جابوا الاسماعيلي خد الدوري بعدين على طول. لا بس انتوا اللي قصيتوا ان بس احنا اللي بره القاهره. احنا اللي بدينا يعني. وحتى كان مجموعه كويسه في الزمالك ومجموعه في الاهلي ومجموعه يعني حضرنا، كان اجيال وقتها في المنتخب، كان وقتها الفناجيلي وكابتن فناجيلي كابتننا طبعا، كابتن مصر كلها وكابتننا احنا كمان طبعا، يعني كان قيمه وقامه وحاجة. كانت العلاقه كانت حلوه، وطاهر اسماعيل كان العلاقه كانت حلوه بين كل النجوم. لا 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 كان يحبوا بعضينا قوي، وانكار ذات وانكار ذات هو اللي بينجح اي عمل طبعا، واخد بالك. وخدنا بقى حظنا وحش داخلين في مع المنتخب وجينا في الماتش الاخير لعبنا اوغندا وكسبنا اوغندا وكسبنا ليبيا هنا وهناك، وبعد كده خرجتوا من البطوله. وبعدين رحنا لعبنا بقى في الماتش اللي هو اوغندا، اتسحبنا وجا محمود بكر اللي جاب الجون هناك 1-0. وتاني يوم سمعنا بالنكسه. هنيجي دلوقتي للفتره دي، بس انا وحضرتك بتقول النجوم اللي في الفرق الثانيه دي كلها في الاهلي وفي الزمالك وفي الاتحاد، مين اللي كان بيمتعك؟ في الاهلي الاهلي الفناجيلي كابتن رفعت فنجيلي، كان لعيب كبير كابتن رفعت فنجيلي. لا 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 قيمة وقامة كابتن، امسك الكورة ما فيش حد يعرف ياخدها منه. وبعدين بقى بيدي بقى الشغل بقى، وطه اسماعيل كان مشويت وكان مهم قوي، صالح سليم كان صاحب فكر عالي قبل الاستلام، كان تمل عنده فكر عالي في اللعب. يعني مين كنت بتعمله حسابه برضه في الترسانة؟ في الترسانة كان في مصطفى رياض. مصطفى رياض اخطر من الكابتن شاذلي؟ لا اخطر اخطر. انا عن نفسي، انا عن نفسي تقييمك ليه كده؟ انا تقييمي ليه سهل، هو الشاذلي سهل ان هو ما عندوش مراوغه، هو صفته هداف تصويب، يخلص ويجيب جول تصويب. لكن الثاني كابتن تعرفش تمسكه؟ لا, لا 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 على ابو جريشه الاسماعيلي، لا كان جامد قوي 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 الصراحه يعني. وبعدين الجيل بتاع الاهلي كان فتره ديت في الستينيات ما كانش يعني، كان لسه الاهلي بيبني جيل عشان بعد كده في السبعينات يبدا بقى يحتقر كل البطولات. طب في مشوار الدوري 65 66 كسبتوا الاهلي رايح جاي، الزمالك رايح جاي، طب ايه اللي حصل قدام السكه الحديد؟ ازاي تتعادلوا رايح جاي قدام السكه الحديد؟ هم فرقتين حظهم عالي كان معانا شويه بخت مين؟ يعني هنا ترسانة هنا كسبونا، هنا السنة خدنا الدوري كسبونا 1-0 في آخر دقيقة، عايزين نطلعوا الدرون وبشوطة من بعيد أبو العز دخلت لقيناها في المقص. هناك كسبناهم، هناك كسبناهم السكة الحديد، هنا وهناك اتعادلنا معاهم هنا وهناك، ما قدرتوش تكسبوه. لا والسكة الحديد الكابتن كان كانت فرقة جامدة. لا 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 كان فرقة لعيبة كرم يعني وخيشة، وكان مجموعة يعني مجموعة كانت جامدة جدا يعني. يعني السكة الحديد الكابتن أقدم نادي يا كابتن، أقدم الأولمبي، إحنا تاني تاني نادي يا كابتن. في مشوار برضو الدوري 65 66 الاسماعيلي وقف قدامكم برضه، الاسماعيلي كسبته 5 وخسرته 5.